بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قصيدة قصية بضواية برامج كي تحناها أيام وضاه بش رمضان. قصيدة أنا محكيش كني سهرت شغال قبته شغال وفي عنكو وأنا شغال أنا عن قبته نولشد أنت بضن نولشد أنت بضن أنا تضبي تمن جرة أما سديت تمن سقالي تمن إلا هدا وحنا هي داعي الداعي إلى الخير ضدك إن خيرك أشاجه وحنا هي إمام مساجد بروفيسور وانا هاي لبجة مع واحد كده إسلامك أصلا شرعي قانون واهي لكن هو شد أنت بضن قف كان أرك خير كان أشاجه هدان ودنك مريكا كان كنا لهاي قبلك من الصوتة وحن إلهي سبحانه وتعالى في اللي سكدب لو بقول أقفا إسلامي لو أسبقوا إسلامي شيكوين مركا دتك واحد إسلامي أنا ولا شاكستها أنا مركا أرضي معنيك سأسكون هاي مركا خوف والبحوك شاكايا قسو كشاكايا وقويا بضن أنا واحد رباها دي أي ماركتي قسنا ويل وأنا جسوا إسلامي ديفيد لي رادو واي قصة ده سدي وأمدي جايا مركا روحان هرمارين عيا هدي أو وقتي جا أسكو كيني كرو لابد قسنا شيء جايا لكن إن معنى لي أها معلمين أسكون هاي أو دتك إسلامية كمد دتك إنه جوجا مريكانكا أو إمام هذا خاصة إمام هذا أو مساجد كمكش حالي هذا مسجد الدعوة مسجد الدعوة حوايا مساجد كشقية دعوة ده دتك إن إسلامك لو غيره سق روح بدن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة دتك الدين تغير صحيح ما تكجرت أو روح بدن أو قفك وجعلي سناي مركا شاكنا ويرث دحي تمنجرة أو عدانة قعدت كسو إسلامي هذا وقت النص أما حوا شيء جايا لكن حنكرر من هاي الشيء كذا شكل كعجيب بدن مركز تيدا شيء جايا تن نين أو حاي شيء جاي أو معلن كي جا أو سجن دتك إسلامية شكله ما حيود عدي أبوه وحوها هذا أنا يقول كي جا المي جواب إحنا وحنا سمعنا ورقضان قيبنا ودتك قال هذا قيبنا إسلام كان أشرحنا قارا مركز ورقضان حكوية لكوكا نعو ورقضان حكوية لإسلام كان أشرح حياة إلهي إنه كري يهي نبي محمد إنه يهي رسولك وجودا بيه قرآن كمعجزة إنه يهي سؤال كاستأقبت قرآن كإنه كجواب أيه هدي قف كسيف عنه وآخر يو سيف عنه وفهمه سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنه قرآن كإنه شرح يسوع وحيا رب الدين إنه تهي دين أو دين السلام كإنه تهي دين أو كل ما يسترن وحول بو إنسان كوب بهية والقضاء صوب بضان على قيبيه مركا أبوه حاجري أو إمام أهسيد وكله يسجي ويل كسيوي بحان جمع كستو وحي قيبيان والقضاء إلا إيصار دمايان. مرك ورقاص وحوي دتك خوف كوري ما ديسين عيان. كوا قاركون جريه قرعان جريه الجيان. وحد عدي مالن جمعاء وقت بحلا هايان لجاري. أو يقيبين لهايان لجاري. أي وحاسود أي برف حوق بدن. ولي لصعده دبل يراب. برف كقاركون برف راب السنة اللي هذا. وعوطة دبل وعوطة برف وعوطة راب نوع سوكلا. وأنا قبوا أشير مركز وكالة مركز أباها ما أنت سووه حنون صدي وحور ربي إنه باجيو بحيتان كلا بحلاسي ويلكيس وحنا هايان بقول أو ورقضات أو إسلام كوكو قرآن هي قرآن كشرحه لكن واحد عدي أبيه قوانك سمركو قاري ويلكيس يمد أو لبستي وحوله داد I'm ready to go أبو وديارة نهاية وحن ربا إنام بحنو أبيه وحير ما أنت وعجز نهاية ويلكيو وحن ربا إن ما أنت أن maareeyay aan baaqano markuu saas lahay wiilka xogaa waxa ka muuqatay maareeyay muruga ka muuqatay uu jigeeyay abi wuxuu dhahay abo maalin kale aan tageyna markaas uu dhahay abo ma baaqan karo sababtoo ah diyaar ahay markuu wiilku waa la baray waxaan ilmaha wixii lagu tarbiyeeyo oo la baro da cunugaaga kubada oo cagta ku tarbiyeeso iyo qaabka loo ciyaaro habeen iyo maalin kubada cagta uu jecel yahay wiilkan waxa lagu tarbiyeeyay warqadaas inuu qaado iyo inuu gaalada la hadlo inuu u sheego asoo yar ma ku jira waa 12 jir waay marka aabe wiilki marka uu qanci waay marka uu qanci aabe uu soo kaxay wiilka dirishada uu keenay wuxuu dhahay look the window fiiri dirishada look the snow fiiri barafka heavy snow baraf oo xoog badan roob la socdo dabeel la socoto windy day waay markaas wiilku wuxuu dhahay dad hadda soo xirxira ka waran
adoo xanuunsata iska joog anaa qaybinayo u dhahay marka aabaha markuu arkay wiilkiisa inuu ku adkaanayo wuu fasaxay marka wuxuu dhahay orod issoo xirxir wiilkuu issoo xirxiray funaanaduu soo qaatay wejigu soo xirxirtay dharkii soo xirtay markuu yimi daad look at me fiiri deer soo mihi u dhahay markaas aabe wuxuu dhahay okay markaas wiilku wuxuu yidhi ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فيري يا كونك سنواي يا كشق في عن يا كهضر في عن قفك ضدك إلهي أقوي يريو دينت إلهي أقوي يريو أو شق في عن قبنايو دهايو مسلمين تنكبد أهي marka waa shaqada ugu fiican waay the best profession waay in shaqadaada ay noqoto dadka inaad diinta aad barto aad ugu yeerto markaasa waxaa dhacday aabbay ilina ka timid wuxuu dhahay ilaah ku xifdiyo go ahead xaafadda ha ka fogaanuu dhahay xaafadda keliya agagaarkeeda wiilkii marka warqadii u qaatay wuxuu bilaabay door nokin guryaha inuu garaaco guriguu garaacayaa waa laga furaayaa waa gelinayaa kuwuu garaacayaa lagama furaayo gurigu marka haddii guryaheenna waxa waay xaafada xaafadaha oo maaragtay magaalooyinkeena meel waxaa jiro oo la gelin karo ama guriga hortiis waxaa ku taalla box oo warqadaha la geliyo marka boxka a meel laga soo lalmayaa qofku soo u arka warqadda annaga xitaa waa noloo keenaa gurigeena waxaa la keenaa gaalo wareegto ay waxay keenaan jesus ilaahay waay jesus wiilka ilaahay waay warqado ku qorana loo keena waana loo geliyaa meesha intaas kelimaa waxay ku leeyihin xafladaan qabnaa noo imow cashona way jirtaa oo lacag la-aan ah waxaa laga sheekeynayaa ilaahnimada jesus marka annagana waa faafinaa ala kulli xaal wiilkii marka guryihii uu wareejiyey wiilkii marka hal dhinac uu dhameeyey boqol xabe ahayd ilaa sagaashan iyo sagaal uu ku dhameeyey hal xabbaa hartay marka sheekada halkan waa halka mucjisada ka imaanayso halka xabba hartay ayaa waxaa dhacday weeshakii marka wuxuu dhahay dhanka kale oo xaafadda ma geynaysaa xabbaddan mise waa iska soo laabanaysaa naftiisa waxay u sheegtay dhanka kale xaafadda inuu geeyo waddaduu gudbay dhanka kale xaafadduu aaday guri meesha yaallo marka uu garaacay feeriyaa xaafad kasta uu garaacayo haddii laga furo wuu siinayo haddii laga furi waayey warqadduu gelinayo laakiin xaafaddan si kaluu sameeyey feeri waxaa socdo sheekada ilaahay wax wata waa cajiib xaafaddan wuu garaacay waa laga furi waayey mar labaaduu garaacay waa laga furi waayey mar saddexaaduu garaacay waa laga furi waayey hadda feeri xaafad kasta markuu garaaco oo laga furi waayey wuxuu gelinayo warqadda sheekada hadda waa bedelay mar afaraaduu garaacay waa laga furi waayey mar shanaaduu garaacay waa laga furi waayey mar lixaaduu garaacay waa laga furi waayey waa bedelay markii dambe muxuu sameeyey gacanta inuu furtay a wuxuu ku garaacayaa bawu albaabka bawu albaabka ku garaacayaa bawu maba raba inuu ka tago wiilka yaraa meesha markaasi kadib wuu iska wadaa bawu bawu wuu iska wadaa wuxuu ka dhigtay ciyaar oo kale markaasa waayadaa furtay naag haween caddaana oo waayadaa furtay markay furtay waat ee dhahday maxaasas ugu garaacaysaa markaasa wuxuu yidhi maam markaasa waxay aragtay wiil yar waay markaasa waxay dhahday can i help you ma ku caawini karaa maxaa rabtaa markaasa wuxuu yidhi can i tell you something waxaan kuu sheegi karaa haa i swear in the name of allah waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay allah loves you ilaahay waa ku jecel yahay allah loves you ilaahay waa ku jecel yahay allah loves you ilaahay waa ku jecel yahay i have been here a while waqti badanaa meeshaan taagnaa knocking your door albaabkaagaan gargaraacaya albaab kale saas uma garaacan wallaahi ilaahay waa ku jecel yahay yarka carabkiis afkiisa ka soo baxday ilaahay waa ku jecel yahay ilaahay waa ku jecel yahay waa gaal naagtay markaasa waxay dhahday markaas okay 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 waxay dhahday okay okay angel saasay u hadlaan gaalada qaarkooda ilmaha yar yarka oo quruxda badan markay arkaan oo dhoola caddeyna wiilkuu dhoola caddeyna aabbiisa ku tababaray dhoola caddee wa fii tabasumika liwajhi akhiika sadaqa marka qofkuu dhoola caddey isagoo sadaqa bixinaya lamid tahay qof walbo kaa hor imaado u dhoola caddey u dhahay marka dhoola caddeynaya wiil yaro oo qurux badan oo dhoola caddeynayo ahaa markaasa waxay dhahday okay okay angel so what you want tell me maxaa rabtaa markaasa wuxuu dhahay i have a message for you message ayaan ku ahaya this is the last pamphlet waa qoraalkii ugu dambeeyey waxaa ku qoran the final message waxaa ku risaaladii ugu dambaysay to you oo adiga kuugu socoto haddaa akhriso waxaad noqonaysaa qof qalbigiisa degan oo raaxo dareema waay naagtan waayeelka dhibaa haystay warqaddii qaadatay waxay dhahday thank you thank you thank you wuxuu dhahay will you promise warqaddan ma ii ballan qaadaysaa
هذا هذا إيجا قاعد أنت واحد كله حسامين فريسو read until you complete ما آخرين إسم إيه بلن قاعد إسم أنا آخر سو إلا المي هذا إسم كله هان هذا قف ويلا الما هسير واسكت دقيسنا إسم ما ماذا المي هذا الك هذا الك إنه جالسك وهذا يا دقي واحد هذا I promise وبلن قاعد وبلن قاعد الباب كحرت ويلك وبحي ما ماذا قولك يا شيء ورقدي آخرس ما هذا ويجي صوص على الجاري أباه وأذين شاعر مساجد كخد بيناي جمعة أهات أبيه جمعة خد بذا مركو دميجي مركز تو مساجد كواسيد مساجد كوا كره جمعة ياش مركز خد بذا لما يو دت قالا يماذا أو فريستا أو إسكندر جيست وضدون الساري هاي مركي خد بذا عندما نحن هنا يا سؤال قبو هذه هل هل يهين أو كره حفيز كسؤال عندنا هنا هذه كوح يهين مركز أبيه مركو دمي خد بذا حدا وح سؤال قبو مجرى هوان أو ويل أو عدانا قعنت تاكتو حدا هذا أنا مركز أسوي حيري جاهز سؤال شو يدي وحين هذا السؤال ما شاكر ما إنك شاكيه أو ما المكهر يقول عادي مركز أسوي حيري أنا ما إيشي اسمه أنا قرنان وحن ربع دت قرن إني مغلان شاكو يابا ضنواي مركز أسوي حيري الشاكة ده سمح يقصي سويل كس أنا عاجف عليه يو أنا جا ويل هو نحى مركز مركز أسوي حيري أرض شاكة ده ناس شاكواي النواط عتري مالين برف حن دقيه أو ضبال حوج بدن دقيسه أيه هذا ده وعده هذا أنا جا أفر بلاط كهر ونكي قد انتي نكي وحوان إن أنا أد وجعلها وقالوا أها قال لهم كنت إذا قال يا هيد وعده هذا نكي جا يعني جا وحنا هن صاحب ساس سودو حتى أنا جو وايل نقول مركو انتي قعدت إذا مديك أما قيم كل كي كمدان وايي مركز كدب ووالا جاري لعق بدنا هيستان نعرف يعني هذانا نلاش أصلاً ما صحيح ذهبينكي نكيا صراحة سوسانا يا لب هبينكي معركة مركز سيحان واي نكيا أن كمارم واي وحن جوان كجاري ما دام ولنت أنا كذا بدنتو مركز حرق معركة حرق يعني ديار صدي حرقها لسكو دلدلو كرسي أو دارا أو مركز لطورة أو قفك هنج ونقناي أو حرق دلعي عن صوقاتي وحن جوان كجاري ناس دلو waxaa la maalmaha ma hakimada wixdan aan diyaarsaday kor aan ku xirtay xarigii aan soo lalmayay oo kursiga meesha aan saartay kursigaan koray dhaaday kursiga anoo saarsan xarigaan qorta gashtay dhaaday waa dab aan ku siiyay marka kursiga turistiska ee harsanaad waa daqiiqada ugu dambeysa nolosheeda aan waxaan maqlay dhaaday albaab oo la garaacayo gaw albaabka marka la garaacayay markaas waxaan dhahay who cares waxa iga galay waxa garaacayo لكن الباب كي وكل جوجين وقرا عستي مركو الترتيب اهد وحاب لعبتي انو حوكس دو قفك الباب كي قرا عي مركو الدم بهد انا مركو حوكس دي انا ربا انو انقو ان قارو هو كيرز ان لهاي محا ايقا قلي وارنا ما يستي انو لهاي وحان اركي قفك الباب كي قرا عي وكسي دروحو وقرا عي سان عادي اهن باو مركو سوحانا there is something going on وحان قو ان كو قاري انا بحال كسكفر وحاري كسكفري وأسو دكتي وأسو أردي الباب كان فري there was a little angel حد هذي ملك بقى الباب كتاجر ويل كيرا يقول جيدا a young boy about 11 12 year old ويل ير كوي تمن لبي تمن جر وق smiling beautiful smiling beautiful face قروح بدن smiling معناه ده حواي طالع عدينا يو مركز أسوي إليه هاي Allah loves you God loves you. I swear in the name of Allah, God loves you. إله بانكو دارنا إله بانكو جعل إله 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 بانكو جعل إله أنكو دارنا يا وكل علينا ويلك. مركز إليها مركز رسالة أنكو هاي مسج أنكو هذا نرش هذا نو يدقي هذا آخر سطو. مركز أن كربة هاي سو وأول سنة هاي stressful أنا هاي ووالا ربا وح مركز ويلك ير وحن وشجع محيطها. مركز سو حير مب إيه بلن قادس أنا آخر نسي. وكنا سنة يسا وكنا راح سنة يسا. مركزي كدب وكسو قاضي وحكو تالو مركزي القرآن قرآن the words of Allah إلهي هذا لديس وحكو تالو ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلهي هديق حسيتان كيس إلهي أول حسو قفك قلبي إيسا كحصلة مركزي وحي واجع لسيتري إنا أخريان بلاوي بيج كبيج بانفلتس كإنا أخريان بلاوي إلا أن كدبي مركان كدبي قلبي قدر وحان دريمي راح وحان دريمي مسيج كماشا كقرأ إنه رنياي وحان دريمي دين الإسلام كأنه تهي the final message وحان دريمي إن إلهي أني وإله هدلي وحان دريمي ويلك هذا الكسنة رنتهاي وإلهي وجعليهاي وسو استاقي
حرقيان فري لهذي كرسيان توري نوع كلام نقضي ورقديان في ريي هدو أدرس كويا لو حنكه على أدرس كسنتر كان لهذي سنتر كان إمت مركز كدي بتوحيد كي قبصتي وإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إلهي سبحانه وتعالى وحليه يا كشق وناكسن يا كهذا وناكسن روح دتك ويرى دين إسلامك دين إسلامك أردها مسلمين تا أيان كمدها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.